النقطة التانية، أفتكر ضم اللعيبة من عدمها، يعني برضو حصل عليها جدال كبير جدا واسع، ده برضو كان المفروض من بدري جدا جدا يتقفل عليه أو يحسمه كابتن حسام، ويطلع بدري من بدري قوي يقول يعني تم اختيار أو ضم هؤلاء لي وتم استبعاد هؤلاء لي، صح كده؟ لا لا، ولا إيه؟ لا أنا ضد خالص، إن مش هيقول مش من حق لا مش من حق أي حد في الدو في مصر كلها ان يستنى المدير الفني يطلع يبرر له هو اختار ليه وما اختارش ليه. خلينا نتفق ان كل مدربين العالم في المنتخبات، بلاش الانديه زي ما كابتن هاني بيجي، خلينا نتخصص في المنتخبات شويه، كل واحد عنده اختيارات بتبقى شويه مبهمه او شويه بالنسبه له هو غريبه، بمعنى ان انا ممكن يكون عندي لعيب مهم جدا ما بيلعبش في اخر 10 ماتشات مع ناديه، بس هو بالنسبه لي انا مردوده بالنسبه لي بيديني 70% او 80% اللي انا عايزهم، تأثير غير ان انا اجيب واحد تاني جديد او واحد تاني خبرات اقل يديني مردود اقل. فدي ليها علاقه بالمدير الفني، ان هو في الاول وفي الاخر انت بتحاسب مدير فني. كابتن حسن وكابتن جوهري، يعني كابتن جوهري انا يعني مش هذكر اسماء، بس كابتن جوهري في ناس ما كانتش بتلعب كتير بس كان لازم تطلع من المنتخب. مظبوط. كابتن حسن شحاته في لعيبه ما كانتش موجوده خالص بس كانت بتيجي المنتخب تلعب. بس النهارده عندك في 2021 لغه الاعتراض زادت، يعني النهارده حتى ما بقتش اللعيبه بتتكلم باسمها. أيوة. يعني في ناس بتتحدث بالنيابه عنها، فده كان ما هي دي ازمه كبيره ومستجده افتكر يعني. بس الجهاز الفني يعني مش متحكم في ده، يعني ما اقدرش اتحكم في تصرفاته. امال تقصد بايه ان كان كابتن حسام البدري لازم يقفل او يحسم ملفات من بدري؟ يعني ايه تاني غير الشاره؟ يعني لا، ملفات الشاره الاختيارات جزء منها، بس هو في حاجه غصب عنه شويه، ان انت ممكن بعد يومين تلاقي حد عنده كورونا، ممكن تلاقي حد ما عرفش يجي من الطياره اتاخرت، المحترفين الاجراءات الاحترازيه مختلفه، فدي برده مش يعني شويه غصب عن كابتن حسام شويه فيها، لكن انا بتكلم على موضوع الشرطه كان لازم يتقفل من بدري. الاختيارات حق اصيل للجهاز الفني، صحيح. خلينا نتفق ان حق اصيل للجهاز الفني، ولكن انا بعيب على كابتن حسام بدري بقى، ممكن يكون شويه جزء في الطريقه او في الاداء جوه الملعب. التحضير للمباراه النهارده، التحضير المباراه يعني بغض النظر عن الهدف المبكر هنيجي نتكلم عليه فني، بس لا التحضير المباراه واضح ان هو مش احسن حاجه. واضح ان التحضير للمباراه كان فيه ثقه زياده عن اللزوم، او كان فيه مفيش شده المباراه. تمام. وده كان باين جوه دور جوه ده دور جهاز فني طبيعي، بس ده دي حاجه من الحاجات اللي خد بالك الرغي الكتير قبل المباراه ده، لو جزء واحد صغير بيبقى فيه مشكله. اوضه اللبس ممكن تعمل لك مشكله، لان انت بقى عندك حاجات كتير دلوقتي، بقى مين هيبقى موجود في الملعب ومين مش موجود في الملعب. الشاره راحت لحته تانية خالص، الشاره راحت ما راحتش لان مين هيلبس الشاره راحت ان مين هيلعب ومين هيقعد عشان الشاره تبقى فين. ففي كلام كان كتير. وده بياخد برضو من تركيز الجهاز الفني. ولو في اي مدرب في العالم طلع بيقول انا مش بتابع سوشيال ميديا، قول له انت اكيد بتكذب على طول، لان كل الناس بتتابع سوشيال ميديا. صحيح. وعندهم ناس بتتابع سوشيال ميديا. وده بقى محرك اساسي لكل الناس، للادارات وللمدربين ولكل حاجه. هو النهارده كان بيتكلم عن الاخفاق اللي حصل من حيث الاداء، ويعني ادى مبررات، اتكلم مثلا عن حاله الاجهاد، عامل الوقت، ضغط المباريات. انت مع العوامل دي؟ يعني دي ممكن دي عوامل مؤثرة، ولكن مش بالشكل ده. هي ممكن تأثر بس بنسبة. أنا بختلف معاك يا كابتن عادل. بنسبة لا، بالنسبة ممكن تبقى أقل من كده شوية. أنا بختلف معاك في حاجة، يعني أنت بتقول عمل البدني مؤثر، أنا ما أعتقدش إن كان النهاردة العمل البدني مؤثر، لأن مش بدني، ما هو بيتكلم إجهاد. لا هو كابتن حسام البدري طلع في كذا نقطة هنتكلم فيها، بس يعني نفسرها بيقول لك الناحية الأولى، أنا الأداء ما كانش كويس عشان في بعض الصعوبات اللي قابلتني قبل المباراة. طب إيه هي الصعوبات؟ وضح ده إن الصعوبات إن لعيبة الأهلي ولعيبة الزمالك ولعيبة بيراميدز عندهم إجهاد. أوكي؟ أنت شايف النقطة دي صح؟ هل كنت شايف إن الإجهاد كان سبب في الأداء السيء؟ وهنناقشه معاك. الجزء الثاني لما أتكلم على محمد النني على سبيل المثال، يعني اكتب كده ورايا. الجزء الاولاني الاجهاد، الجزء الثاني عدم اشتراك النني. عدم اشتراك النني انا بالنسبه لي كانت علامه استفهام كلنا في التشكيل وفي التغيير. في اربع ديفندرات لعبوا في المباراه بالظبط. فهو رجع وقال انا دي رؤيتي الفنيه، ووارد جدا ان محمد النني يلعب في مباراه جزر القمر. ناخد الجزء الاولاني وبعدين نتكلم عن النني. الجزء الاولاني بتاع الاجهاد ممكن يبقى اجهاد ذهني كمان، يعني كمان ذهنيا. خلينا نتفق ان اللعيبه اللي موجوده في لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز مش بيمروا باحسن حاله ليهم، خلينا نتفق في ده. وخلينا نتفق ان الفتره اللي فاتت كان في اجهاد كتير جدا، مباراه افريقيا، كاس عالم انديه، مباراه دوري،
وده لازم نحطه في الحسبان. انا كمدرب النهارده لازم احط في الحسبان الحاجات دي، ولكن هتاثر عليا بشكل قد ايه الناس. طب فين دور فين دور المدرب البدني يعني او المحلل البدني؟ لا لا خلينا نتفق المحلل المخطط الاحمال ده بيشتغل اربع خمس ايام، فدوره مش يعني مش هتصعب تلاقيه بالذات في المنتخب. في المنتخب يعني دوره لحد ما هو بيعالج حاجات بسيطه خالص. ايوه هاخد من النقطه ديت. طب انت حتى لو بتتكلم على الاجهاد ولعيبه النادي الاهلي طب انت خدت ايمن اشرف ليه؟ يعني برضو نتكلم في منطقه انت بتتكلم لعيبه الاهلي والزمالك مجهده، وفي نفس الوقت وبيراميدز كمان وبيراميدز، وفي نفس الوقت بتاخد ايمن اشرف وهو متعور وهو مجهد وبتاخده معاك، ما دي برضو تناقض. ما هو في حاجات، لا احنا بنتكلم جوه الجيم، هو في انا موافقك في حاجات انا ممكن، بس انا لو النهارده جيت ما خدتش ايمن اشرف ما الناس هتنتقدني برضو، مش هاخده ليه؟ هو راجل سليم، هو راجل سليم. مين بس؟ لا مش سليم يا كابتن عادل، بس يعني كان ممكن يبقى موجود في اللقاء. أوكي. كان ممكن يبقى موجود عندك في اللقاء وممكن تحتاجه، ممكن يبقى موجود معاك في اللقاء الجاي. وايمن اشرف ليه قيمته في المنتخب ولازم يبقى متواجد. يا كابتن عادل متعور عنده خشونه في الركبه، عنده خشونه في الركبه، ده خد جواب وجواب من النادي الاهلي ان عنده خشونه الطبيعي. معنى انا مع انا هو ما اعرفش، جاله جواب من النادي الاهلي ان عنده خشونه تقرير طبي وراح وكشف وبدليل وتواجد معاهم في بدليل ان هو ما اتمرنش ولا تمرينه مع المنتخب. ومحمد بركات قال ان هو مش هيلعب مباراه بس كينيا. ممكن يبقى موجود في مباراه ثانيه، ممكن جزر القمر، ممكن هو مباراتين ممكن. تمام طالما في ممكن في كل الاحوال تم ضمه يا كابتن عادل. بس يعني كل الاحوال تم، هو لعيب مؤثر، لعيب خلينا نتفق ان لعيب مؤثر، وده طبعًا ما يقللش من قيمه ايمن اشرف. دي حاجه كويسه ان هو طبعا وهو مصاب موجود معاه او ممكن يحتاجه في مباراه ثانيه، فده جزء. خلينا يعني انا شويه طول الوقت وانا بتكلم بصيغه المدرب، صحيح ماشي، مش بتكلم صيغه الجمهور. الجمهور تمام. طبعا ثائر جدا على حاجات كتير جدا وده حقه، وانا شايف ان انا وانا بتكلم في المدرب ادي بقى حلول. تمام بالظبط. الحلول بقى اديها ايه؟ انا النهارده في جوه المباراه لا في حاجات كتير جدا ممكن تكون بقى بينت الاجهاد ده، انا ممكن بقى اخبي الاجهاد دي بقى النقطه، دي بقى النقطه اللي انت بتتكلم كمدرب. احنا بنتكلم كمدرب اعملها ازاي؟ انا عندي اجهاد اخبي. انا النهارده بلعب جيم مفتوح من بدايه المباراه، جبت جول بدري وبرده بلعب مفتوح بشكل يعني صلاح بيلعب وينج على الخطوط، تريزيجيه بيلعب وينج على الخطوط، ثلاثي نص الملعب هم اللي بيشتغلوا على الاجنحه، بيشتغلوا على لعيبه نص الملعب وبيشتغلوا على الباكات، صحيح بيدافعوا على لعيبه نص الملعب القلب وحمدي فتحي وطارق حامد هم اللي بيطلعوا طول الوقت بيدافعوا على الباكات. لو لاحظت طول الشوط الاول والشوط الثاني ان الناس اللي بتقابل الديفندرين عشان عشان محمد صلاح ما بيرجعش وتريزيجيه ما بيرجعش. جميل. دي ده بقى جزء اللي احنا لازم نستفاد بيه الفتره الجايه. أوكي. لاننا لما يجي محمد صلاح عنده كام ماتشات كتير جدا وتركيزه، خلينا نتفق ان اي حد في العالم تركيزه مش هيبقى زي تركيزه مع النادي، لازم يقل، وبالذات كمان لما يكون حجم المباراه اللي بلعبها مزبوط قليل، فده شيء طبيعي جدا. وانا النهارده مش طالب صلاح انه يديني الواجب الدفاعي بنسبه 100% او 90% او 80%، ولكن انا اخلق له الحلول. يعني لما نشوف صلاح في ليفربول بيتخلق له حلول هو وماني ان هم ما بيدافعوش لغايه اخر لغايه الخطوط، مظبوط، عشان بس بيلعبوا بثلاثه في نص الملعب. جميل. يبقى انا لازم افكر ان انا يبقى عندي ادوار ثانيه مختلفه للعيبه نص الملعب تبدا تشتغل بيهم على ده. اوكي. لازم اوزع الادوار عشان اللعيب اللي عندي يقدر يعني الخطه تتغير عشان تتناسب مع محمد صلاح. ده اللي كنا بنتكلم فيه امبارح. ليه لا؟ كان المفروض يعمل كده. ليه لا؟ انا عندي اتنين لعيبه بيلعبوا في الدوري الانجليزي ومعاهم راس حربه بيلعب في جالاتا سراي، ولاعيبه محترمه جدا وعندهم جانب هجومي هايل، وممكن انا مباراه مش دي برضو من الحاجات اللي انا بقول ان احنا نستفيد منها.